جوابا على سؤالكم، قفص برنوسي تأسس سنة 2006 بمبادرة طيبة من واحد من العديد ديال الفعاليات بمنطقة سيد البرنوسي، واللي كان كيمارس النشاط ديالو داخل دار الأطفال سيد البرنوسي في إطار تكوين نزلاء فرقة الملاكمة والإدماج ديالهم في المجتمع عن طريق يعني النشاط الرياضي الخاص برياضة الملاكمة كما ذكرت منذ لحظات. والقفاز البرنوسي أن يكون واحد مجموعة الأبطال صراحة اللي بصموا له واحد المسار متميز على المستوى الوطني، وتوجوا بمجموعة من الألقاب يعني الوطنية، نذكر بينهم محمد توفيق، سفيان الفحصاوي، محمد حصاد، إلى جانب العديد من الأسماء. وفي إطار يعني التنقل ديال جمعية قفاز برنوسي يعني تنقل يعني في واحد المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بحكم أن الجمعية عقدت واحد اتفاقية شراكة مع مدرسة يوسف بن تاشفين. هذه الاتفاقية هذه اللي خلات على أن الجمعية ديال قفاز برنوسي يعني تمارس يعني النشاط ديالها داخل يعني المدرسة ديال المرابطين كما تنسميو حنا في برنوسي المدرسة ديال البراكة، وخدمات تقريبا واحد المدة زمنية ديال سنتين، وكوننا في واحد المجموعه ديال الاطفال في رياضه الملاكمه وشاركوا بدورهم على المستوى على البطوله الوطنيه. نذكر بينهم علي الحضيري اللي توج كوصيف يعني بطل المغرب في الشبان اللي بمدينه القنيطره سنه 2017، الى جانب واحد المجموعه ديال الاسماء اللي بدورها تألقات على المستوى الوطني في جميع الفئات العمريه. بعد ذلك يعني ما سمحش لنا الظروف ما سمحاش على اننا يعني نجدوا هذاك العقد ديال الشراكه مع المؤسسه لواحد المجموعه ديال الاسباب لا داعي لذكرها. من بعد تنقلنا يعني المركب الرياضي ديال القاعه المغطاه ديال سيد البرنوسي، وخدينا واحد المده زمنيه ديال تقريبا ساعة ونص يعني الاثنين ولا ربع وجمعة، من اجل يعني يعني بلورت واحد المجموعه ديال الاداب اللي كتتعلق بتلقين مبادئ الملاكمه الابناء حي سيد البرنوسي. ولكن الظروف يعني ديال الشغال داخل القاعه يعني ما كانش كتسمح لنا على اننا نستمروا، وبالتالي يعني تنقلنا يعني في اطار كراء واحد يعني واحد المحل في حي الازهر، وجهزناه يعني من المال ديالنا الخاص يعني سيرا على النهج اللي نهجناه يعني في مؤسسة ديال المرابطين، بحكم اننا جهزنا واحد السقيفه يعني من المال يعني ديال الجمعيه، وكانت مبادره صراحه طيبه. جددنا عاوتاني هاد العمليه هذه ملي كرينا هذاك المحل وجهزناه يعني بما يلزم لاجل تلقين يعني الملاكمه عند الشباب. ولكن ملي بغينا نديروا الديبار ديالنا يعني جا كوفيد، وكتعرفوا على ان يعني الفيروس يعني ديال الكوفيد يعني كان يعني منعنا من يعني من الممارسه ديال المهام ديالنا ديال تلقين الملاكمه لواحد المده الزمنيه اللي هي طويله وطويله بزاف، واللي ضرينا فيها صراحه بحكم اننا خسرنا يعني ماديا ومعنويا يعني في هذا تقريبا نقولوا على انه مشروع ديال الرياضه. وبالتالي ف خوينا المحل ذاك السيد، وجات واحد المبادره صراحه طيبه من رئيس يعني جمعيه قفاز برنوسي الملاكمه السي الحاج مصطفى البحصاوي، اللي يعني سخر يعني واحد المحل يعني في دارو يعني كاين واحد المكازا ولا كاف او ميم طون استغلينا جهزوا يعني بواحد المبلغ صراحه اللي مهم تقريبا واحد 200 الف درهم اللي خسر. والان حنا كنمارسوا النشاط ديالنا يعني خارج يعني البرنوسي بحي البدر اللي محسوب على طيتم الليل، في انتظار يعني استكمال يعني هذا الورش ديال البناء المركب الرياضي محمد اهراس بحي سيد البرنوسي. وكنتمناو يعني من الجهات المسؤوله يعني تعطينا يعني واحد المتنفس في نمارسوا النشاط ديالنا ديال الملاكمه وتلقين مبادئ الملاكمه يعني الابناء ديال حي سيد البرنوسي في المستقبل القريب. بالنسبة لجمعية قفاز برنوسي للرياضة، دأبت عن تنظيم كأس المسيرة الخضراء للملاكمة. هذا الدوري هذا اللي نظمت الجمعية أول نسخة منه سنة 2010 بدار الشباب سيد البرنوسي، واللي شاركوا فيه واحد المجموعة يعني ديال الأندية الوطنية منهم الفتح الرياضي الرباطي، الجيش الملكي، النجم الرياضي الوجدي، الكوكب المراكشي، بالإضافة إلى أندية عصبة الشاوية للملاكمة،
الاتحاد البيضاوي، الجيل الصاعد، جمعيه انرجيك سيدي مومن، جمعيه السلامه، واحد المجموعه ديال الانديه، الشباب سيدي مومن كذلك. هذا الدوري هذا صراحه اللي كيحمل واحد المجموعه ديال الابعاد، واللي من خلاله الجمعيه ديال القفاز بنوصل للرياضه كتحاول على انها يعني تعرف يعني الاجيال الآنية يعني بالحدث يعني ديال المسيرة الخضراء في المضمون ديالو الشمولي من خلال المبدعها الملك الراحل حسن الثاني طيب الله تراه. هذا الدوري هذا ديال كأس المسيرة الخضراء اللي الآن صراحة حنا كنطمحوا على أننا يعني نضموه في واحد الحلة تكون يعني دولية إن شاء الله تعالى، واللي الآن هذه السنة هذه الموسم الرياضي المقبل وصل غادي يوصل إن شاء الله لتنظيم يعني الجمعية للنسخة السابعة، واللي كنتمنوا على أنها يعني تكون يعني نسخة دولية، لأن واحد المجموعة ديال الأندية الفرنسية اللي أكدت يعني لنا يعني كجمعية المشاركة ديالها في الدورة السابعة لكأس المسيرة الخضراء اللي غتحتضنها القاعة المغطاة الرياضة بسيد البرنوصي.